وايه الورد ده كمان؟ ها؟ ايه حكاية الورد معاكم؟ ها؟ أخوك الصبحية بعت لي بوكيه ورد، وأنت دلوقتي جاي لي مزهر ومنور وملون وجايب لي ورد، إيه حكاية الورد معاكم؟ بتصفوا المحل ولا إيه؟ وإيه الجو الرومانسي ده مثقف عيلة الحاوي؟ عايز مني إيه؟ أنا جاي أشيكو مدريد دلوقتي في الهنجر بتاعك الساعة 4 العصر، أنت في وسط الرجالة بتوعك. علشان بقى نفتح صفحة جديدة يا شيكو، أنا وأنت كده رجالة الرجالة مع بعضينا الساعة 4 العصر، وبعدين أنا هنسى يا عم الورق اللي أنت جيت وخدته مني بالغصب، ها؟ وهنسى كمان موضوع الظرف البني، الظرف البني وأنا معاك دلوقتي في الهنجر الساعة 4 العصر. وبتعلي صوتك عليا ليه؟ أنا بيبقى صوتي عالي الساعة 4 العصر. وبعدين بقى يا شيكو يا مدريد، إحنا دلوقتي بقى راجل لراجل وعايزك تعترف. اعترف وانا كمان اعترف لك، وهنبقى ساعتها بقى صافي يا لبن حليب يا قشطه. اعترف لك بيه؟ ايه ده؟ يما يا هوايا، يما يما يا هوايا، الهوا بعترضى خيري، يما يما يا هوايا. ايه ده؟ نجوم ايه اللي انت حاطه في هدومك ده يا فطين يا حبيبي؟ ايه ده؟ كاسيت حاطط لي كاسيت يا فطين في هدومك؟ هو انا بعترف كمان؟ عاوز اعترف يا فطين وتسجل، فاكرني تلميذ يا فطين؟ لا يا شيكو مدريد، والله العظيم انا اصل انا بحب اسمع مزيكا الساعه 4 العصر دي، قعدت وانا ماشي في الطريق كده. اعترف بقى، اعترف بقى، اعترف بقى وخلصني. يا ابني تلميذ يا فطين. قلبوه وبعدين علقوه وبعدين شكمنوه وافري سانكيز. اوكي. لا لا، انا ما حدش يقدر يشكمني. كنت عارفه اني هلاقيك هنا، كان لازم اجيلك عشان في رسالة كان لازم اوصلها لك. عم عرفان اتحكم عليه بالاعدام. عارف ايه اخر حاجة قالها لي بعد ما عرف الحكم عليه؟ قولي لميشو ياخد باله من نفسه. على فكرة يا ميشو، انا لو خسرت هبقى خسرت مجرد تجربة كنت مؤمنة بيها، بالنسبة لي مش هتبقى دي النهاية، لكن انت لو خسرت هتبقى خسرت نفسك وهتبقى دي نهايتك. استني بس يا لمياء، يا لمياء يا حبيبتي استني بس. حبيبي فضيل فضيل. احسن، وبرضه هعمل اللي في دماغي، مالكش دعوه بيا. يا لمياء استني بس نتفاهم. طيب مفيش بيني وبينك تفاهم. سلام. يا لمياء، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ في ايه يا استاذ فطين؟ انت مزعل الاستاذه لميا ولا ايه؟ ايوه مزعلها يا حشري. ومزعلها ليه بس يا استاذ فطين؟ عايزه تمثل يا سيدي. عايزه تمثل؟ طب ما تجيب لها اللي هي عايزاه يا استاذ فطين، ما هي عروسه برضيكم من حقها هتفرح زي كل البنات. يا لمياء استني بس يا لمياء يا حبيبتي، خلاص انا موافق، استني بس. بجد يا فطين يا حبيبي، يا حبيبي يا فطين، انا كنت عارفه انك مش هتقف قدام مستقبلي الفني. طب يلا يا حبيبي بقى، عشان عندي ميعاد في شركه انتاج، عشان عندي كاستنج. حاضر يا حبيبتي، بس بصي هروح انا وانت كده مع بعض مشوار صغير، وبعد كده هروح معاكي في اي حته. مشوار؟ مشوار ايه؟ مش تقولي بس هقول له كده ليه؟ نفذ وبس يا سيد. ماشي امسك. ايه هو؟ الو شيكو، سيد الحاوي معاك يا شيكو. عايز ايه؟ لا بس عايز ابلغك انه بظرف ساعة 60 دقيقة بالظبط فلوسي توصلني لحد عندي بالتمام والكمال، 1,750,000 يا شيكو، وإلا محل قطع الغيار بتاعك هيبقى كوم تراب. ومش هو بس، لا لا لا، المخزن القديم بالبضاعة اللي فيه هيولعوا بجاز. فهمتني يا شيكو؟ مش هستنى أكتر من ساعة زي ما قلتلك ومن غير سلام. تمام أوي يا سيد. ستيشن، تطلع دلوقتي وتنفذ كل اللي قلتلك عليه بالحرف الواحد. وجب يا ميشو. ستيشن. ما تخافش يا ميشو،
انا المره دي مركز قوي. مش فاهمني ايه الحكايه بيشو؟ انت مش عايز المليون و750 الف جنيه يبقوا معاك النهارده؟ نفسي. ايوه بس ازاي؟ ازاي دي بقى تبقى بتاعتي انا. الله، انت ناوي تحرق المحل والمخزن زي ما قلنا له؟ اتقل يا سيد واتك على الصبر. لا كده انا مش هيفي سينكس اوكي. مش ليكوا مدريد اللي يحصل معاه كده. مش ليكوا مدريد. خير يا استاذ؟ مش خير خالص. سيد الحاوي شكله اتجنن. بقول لك ايه؟ خد الشنطه دي. الشنطه دي فيها 2 مليون جنيه. هتروح انت ولا بنبوني تروحوا تخلصوا المزاد بتاع العربيات وتخليكوا هناك وما تتحركش من هناك من غير ما تقولي. تمام يا استاذ. كيميا. ايوه يا استاذ. هتاخد نص الرجاله وترابط في المحل. مش عاوز حد يهوب المحل. فاهمني يا وفا؟ ها؟ فاهم يا استاذ. ما انتش فاهم. النص التاني من الرجاله يروحوا المخزن القديم، يفضلوا هناك ما يمشوش لا حد يدخل ولا يخرج، ها؟ مش عايز فتفوت تتنام لا واحده تخرج من هناك. واجب يا استاذ. ولما هو واجب واقفين ليه يا وفا؟ ما تيلا يا انا دلوقتي عرفت السيد الحاوي مش استغنوا عنك ليه. غبي وقفة. ما تروح يا وفا. ايه ده وانا كمان معاهم؟ روح يا وفا. وريني بقى يا سيد الحاوي هتعمل ايه. اه برشام طمني. ايه المزاد خلص ودفعت الفلوس وخلصت العربيات وتمام؟ فلوس ايه؟ 2 مليون جنيه. نعم بتقول ايه يا روح امك؟ 2 مليون جنيه ايه؟ ورق ايه؟ ورق ابيض؟ انت بتستقبل يالا؟ 2 مليون جنيه ورق ابيض يالا؟ انت بتستقبل يا روح امك ولا ايه؟ صدقوا يا شيكو الشنطه اتبدلت. ايوه يا شيكو الشنطه اللي معايا دي هي اللي كان فيها الاتنين مليون جنيه. انا عارف دلوقتي انك هتتجنن وعمال تفكر ازاي ده حصل. ستيشن مشكلتك يا شيكو يا مدريد انك غبي وبتنسى بسرعة كده. بقى نقدر نتفاهم مع بعض عشان اخد حقي وحق سيد الحاوي. متخافش يا شيكو مش هموتك. هي الحياة يا رجالة تنفع من غير المعلم شيكو مدريد. ستيشن حق سيد الحاوي 1,750,000 جنيه. دول بقى يا شيكو بقى ال 2 مليون جنيه. تعرفني حقاني وما دخلش بقي حاجة مش بتاعتي. مش قبل ما أعلم عليك يا شيكو عشان تعرف إن ميشو الحاوي ما بيسيبش حقه ولا حق أبوه. بنبوني جاهز جاهز يا أستاذ. تنساش بقى لما رجالتك يرجعوا لك بالسلامة يعملوا لك ليمون أو حاجة ساقعة عشان تروقك. لحسن شكلك تعبان قوي.
مروح عليك يا ميشو. الفلوس تمام التمام، 1,750,000. مروح عليك. هذه بونبوني امسك. تسلم يا كبير. يا ستيشن هتعيط ولا ايه؟ امسك انت كمان. تذكر يا معلم تذكر. انما انت كنت يا بونبوني مخبي علينا ليه؟ انا عمري ما كنت خايف، بس زعلت منك من اللي انت عملته فيا في المحل. لما سبتك ورحت اشتغلت مع الزفت اللي اسمه شيكو، كان قصدي اشتغل وخلاص، مش كان قصدي ابقى ضدك. بس انت لو عايزني اسيبه انا هسيبه. لسه زعلان مني يا صاحبي؟ على العموم يا ميشو، لو انت استغنيت عني انا ممكن استغنى عنك. انت عارف لو احتجتني في اللي جنبك يا صاحبي. وساعة لما عايزك لقاك اصيل يا بونبوني، طمرت فيك السرقه. ايوه طمرت فيه ميشو. نصيبك يا حبيبي. لا يا سيد، انا المره دي مش هاخد حاجه. اها اعتبرهم حلاوه الرجوع. جدع يا ولد ابوك، والله جدع يا ابوك. انزل بقى انا اشيلهم في البنك الخصوصي بتاعي. ايه عندك يا معلم؟ لا بعينك. ايش 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 الحق عندك يا معلم. بقول لك يا سيد، ما تطلعهمش بقى في جوازه جديده سيكا. لا اطمن اطمن يا ميشو، جوازه جديده هبقى واخد احتياطي تمام. المهم مش هتقول انت ناوي على ايه؟ تك على الصبر يا سيد، لما الليله كلها تكمل في دماغي هبقول لك. المهم ان احنا خلصنا من موضوع شيكو مدريد ده. شيكو مدريد، يا ما نفسي اشوفه دلوقتي وهو مذلول بعد ما خد الالم ده على وشه. ميشو الحاوي عاوز لبسلي طرحه. عارفين ليه عاوز لبسلي طرحه؟ عشان يخليني زي النسوان اللي قاعد في البيت. ميشو الحاوي علم عليا ب2,000,000 جنيه. عارفين ليه؟ علشان انا عندي رجاله ورق، شوية حمير وبار. ازاي يا برشام الكلب تتبدل الشنطة وانت مع بنبون الكلب؟ كنت نايم على ايه؟ انا ما كنتش بدي اخوانا يا استاذ. استاذ ايه بقى منك ليه؟ استاذ ايه؟ وخلاص شيكو مدريد بقت الميز. الاستاذ اللي بجد ميشو الحاوي اللي علم عليا ب2,000,000 جنيه. بس انا كمان كان لازم افهم ان بنبون الكلب ده عميل مستوى. معلش، ما هو طباخ السم برضه بيدوقه. وزي ما انا ظبطت سيد الحق والبنت سميره، ميشو الحق بيظبط بالولا بنبوني. ماشي ملحوقه ملحوقه يا ميشو انت وسيد الحاوي، بس المره اللي جايه بقى بموتها. اللي يقف قدام شيكو مدريد يبقى يستحمل بقى. وإيفري سينكس أوكي.